ازاي تقوي البورتفوليو بتاعك حتى لو كنت لسه جديد في مجال معين هتشتغل فيه كفريلانسر؟ اللي ما يعرفش ايه هو البورتفوليو، هو ببساطه صفحه كده بتعرض فيها شغلك السابق، ولو شخص عايز يعينك بيدخل عليها ويقرر الشخص ده مناسب للوظيفه او للشغل اللي مطلوب ولا لا. فمن المهم جدا ان البورتفوليو بتاعك ده يكون قوي وفيه يعني اعمال كتيره وبتعرض جوده وكفاءه شغلك للشخص اللي يعينك علشان يقرر وياخد الخطوه معاك. اللي شاف الفيديو اللي فات واللي اتكلمنا فيه على 4 خطوات علشان تشتغل في مجال جديد كفريلانسر هيبقى عنده خلفيه عن الافكار دي، بس انا حبيت برضو اعملها في فيديو مستقل. فدول كده 3 حاجات ممكن تعملهم علشان تزود من خبرتك كفريلانسر في مجال معين انت لسه جديد فيه، وكمان تكبر البورتفوليو بتاعك. اول فكره وهي انك تقدم شغل بشكل مجاني لحد محتاجه. لو افترضنا كده انك عايز تشتغل ككاتب محتوى او كونتنت كرييتور، فممكن انك تبدا تشوف بعض الصفحات او بعض القنوات اليوتيوب وتبدا تعرض عليهم انك تكتب لهم محتوى بشكل مجاني. فهنا هتستفيد اكتر من حاجه، اول حاجه انك كونت خبره اكتر وبدات تكتب محتوى في مجالات معينه، والحاجه الثانيه ان الشغل بتاعك ده اتعرض على منصه وعدد من الناس شافه، فلما تحطه في معرض اعمالك هيكون بيعرض خبرتك وكمان بيعرض كفاءه شغلك. تاني فكره وهي الفري ستايل، يعني انك تعمل حاجه يعني فكره كده ابداعيه بالمهاره اللي انت اتعلمتها، بس ده محدش غالبا هيستخدمه، وتبدا انك تعرضه في معرض اعمالك. فلو افترضنا كده ان انت قررت تدخل في مجال الجيم ديفلوبمنت او تصميم او صناعه وتطوير الالعاب، فممكن انك تختار او يعني تبدا تفكر كده في فكره لعبه وتبدا انك تنفذها. فممكن مثلا تقول ان انا هعمل لعبه معينه وليكن تكون لعبه شوتينج مثلا. هيبقى في بلاير لاعب بيبدا ان هو ينزل في مكان مفتوح ويبدا مثلا ان في بعض الوحوش حواليه تظهر ويبدا ان هو يضربهم. طبعا ده مش مشروع اتطلب منك، دي حاجه انت بدأت ان انت تعرض فيها مهاراتك وتدخل فيها كل اللي انت اتعلمته في المجال وتطلع منه منتج في الاخر. لما شخص يشوف البروفايل بتاعك يبدا ان هو يشوف المشروع ده ويقول اه والله الشخص ده غالبا عنده الامكانيات والقدرات اللي انا محتاجها في المشروع بتاعي، فيبدا ان هو يشجعه يتواصل معاك ويعينك في الشغل اللي مطلوب. ثالث فكره معانا وهي انك تبدا تعمل حاجه اسمها الريميكس او الريدو. يعني مثلا لو احنا اخترنا مجال الجيم ديفلوبمنت، فممكن ندور على لعبه مشهوره ومعروفه زي سوبر ماريو مثلا بتاع زمان، او العاب تانية زي فورتنايت، العاب مشهوره النهارده ومعروفه كويس جدا. فممكن انت تاخد مثلا حته معينه من اللعبه دي وتعيد عملها وتعيد برمجتها بالاسلوب والستايل بتاعك وتبدا انك تعرضها في معرض اعمالك. وطبعا ده بينطبق على يمكن اغلب التخصصات والمجالات اللي انت ممكن تشتغل فيها كفريلانسر. دلوقتي لو الافكار دي عجبتكم وافادتكم يا ريت تعملوا لايك وتكتبوا لنا تعليق تحت، ولو كان عندكم اي اسئله او في بعض الاضافات اللي ممكن تضيفوها وناس تانية تستفيد منها اكتبوها لنا تحت، ويا ريت تشتركوا طبعا في القناه وتتابعوا سلسله الفريلانسنج نفط الانترنت.